رجعت إلى كلمة السيد إسماعيل هنية، ملخصها دعوة وبوضوح الفعاليات العربية والمغاربية إلى ضرورة البقاء في الشوارع والضغط في الشوارع من أجل وقف المجازر التي ترتكب في حق الفلسطينيين في غزة. وهذه تعرف الليلة يعني قطع حتى الاتصالات، والله أعلم ما 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 حصل وما سيحصل. سيد الحبيب، شكرا سيد الحسين. هو بداية اسمح لي قبل التعليق على كلمة القائد المقاومة المجاهد إسماعيل هنية، أنا أقول ما قال تميم بلغوثي: مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها، فقلت في نفسي ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها، وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر، ولا كل القياب يضيرها، إن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها، متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها. كل التعازي لأمة العرب وكل التهاني للأمة الفلسطينية، هي أمة فلسطينية وليست دولة فلسطينية. كل التعازي على موت ضمائر العرب وعلى قبر عربتهم. كل التهاني للأمة الفلسطينية مقاومتها ودفاعها على شقيقتها من الأب الأمة العربية. أنا أقول أن فلسطين هي الدولة الحرة الوحيدة العربية، وأن كل الدول العربية دول محتلة. نعم، دول محتلة، لأنه فلسطين اليوم تعطينا دروس في الحرية الحقيقية، تعطينا دروس في التحرر الحقيقي، تعطينا دروس واقعية على الميدان في معاني الحرية، في أسمى وأكثر قدوسية معاني الحرية. نعم، وإلى الدحدوح رأسا. نسمعكم. أقول له يا صديقي هنيئا لك يا وائل، فإنك أضفت كلمة عربية في المعجم العربي اللي هو فعل دحدح، وأنا أقول اللهم دحدح إعلامي العرب وقادة العرب، دحدحهم ثباتا ومقاومة وصبرا ومهنية على غرار تأسيا بوائل الدحدوح وبكل إعلاميي قناة الجزيرة. إيه نعم، وأنا أقولها اللي تنقل لنا اللي هي عيننا البصيرة على القضية الفلسطينية، ومن وراءها قناة الزيتون المقاومة بكل رجالها وإطاراتها الفنية، اللي رغم محاصرتهم حتى قناة الزيتون محاصرة ولكن تبقى وفية للقضية الفلسطينية، إلى مقاومين آخرين عندها علاقة رأوا كلها مربوطة بعضها في البرنقية وفي المسعدين وفي الأهوارب وفي الكيف وفي كل بلاصة. ربي فك أسركم وهنيئا لكم حريتكم، انتم زد احرار وراء الجدران. وكل التعازي يعني باثرنا الى رئيس البرلمان الشرعي، كل قيادات حركه النهضه، حزب الجمهوري، غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، رضا بالحاج، الى الشاب يوسف البعزيزي المحكوم ب 12 عام على تدوينه، الى ناصر الدين الحليمي في جندوبه اللي هو لي عام ونص موقوف على سبب تدوينه، الى كل معتقل سياسي. اسماعيل هنيه، انا ماذا سأعلق على كلمة رجل عبارة قاعد وجالس على عرش الملك، طمأنينة، قوة من حيث الشكل، رزانة، ثبات، هذا من حيث الشكل. الرجل كأنه يعني جالس في قصر الحكم، في حين وجدنا أناس يجلسون على يعني كراسي الحكم ويرتعدون خوفا، يرتعدون خوفا، وحروف العربية تسمع لها أزيزا من أفواههم. إسماعيل هنية لقن لنا درسا، وأهم ملحوظة مضمونية عندي، الحمد لله أن إسماعيل هنية إلى اليوم لها الثقة في الشعب التونسي، لأنه يعلم يقينا أن تونس التي أخرجت الزواري قادرة أن تخرج، ورحمها ولادة أن تأتي بمئة زواري آخر من تونس الحبيبة، من تونس التي كان شعار ثورتها من خبز ماء وبن علي لا إلى الشعب يريد تحرير فلسطين. القضية الفلسطينية منذ الثورة، فجر الثورة، كانت بوصلة الثورة الفرنسية، الثورة التونسية عفوا، ولن تستطيع أن تتحرر فلسطين من غزاة الخارج إلا بعد أن نتحرر نحن كأمة عربية من طغاة الداخل. إسماعيل هنية أنا طمأنني وبشرني، لأنه ما زاد عندهم ثقة في الشعوب العربية التي لو فتحت لها الحدود لأكلوا الصهاينة بأسنانهم. وأنا نحب نعطي ملحوظة شكلية، اسمح لي أخويا حسين، هي أنه لا تشرف الصهاينة بكلمة إسرائيل، إسرائيل هو نبي،
هو سيدنا يعقوب بو سيدنا يوسف. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هم صهاينة أكلت الخنازير، الخنازير قتلت الأطفال، قتلت النساء، فلا تشرفيهم بكلمة إسرائيل. كل التهاني وكل الحب للمقاومة الفلسطينية، ونسأل الله الحرية لنا قبل فلسطين. نعم، فلسطين هي من تحررنا، غزة ومقاوموها هم من يعطون الآن الدروس في الثبات على الموقف والثبات على المبدأ وضرورة الثقة في الله وفي نصرة المقاومة. وليس وكان ربما واضح أنه سيدة إسماعيل هنية في هذه الكلمة التي كما قلت خاصة بها قناة الزيتونة توجه للشعوب العربية والشعوب المغاربية وشعب تونسي، ولم يذكروا الحكام. حكام، هذا يقول أبو المطيب المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. شعوبنا وحكامنا ربما يقول لك ناموا باكرا، وما لنا وما لغزة إن أبيدت. حكام مجرد